السلام عليكم، ازاي حضرتك يا حاجة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز اقول لحضرتك حاجة. اتفضل. احنا دلوقتي بنكلمك من مدينة في كوريا اسمها جوانجو، ده اسمه معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا. المعهد ده واحد من اهم 5 معاهد على مستوى العالم، وابنك دكتور مصطفى باحث مهم فيه، والحمد لله ربنا وفقه ونشر 35 بحث علمي، والأبحاث بتاعته يا رب إن شاء الله تفيد البشرية. ومنسيش أهل بلده، ومنساش اسم جامعته اللي هي الوادي الجديد، ونشر اسم الجامعة بتاعته على معظم الأبحاث العلمية بتاعته. الأبحاث دي إن شاء الله في يوم من الأيام هتخلي العربيات تمشي من استخدام الوقود اللي بيطلع من المية إن شاء الله في المستقبل بتكلفة أقل بكتير. أنت إحساسك بإيه يا حاجة بعد ما سمعت الكلام ده؟ إحساسي كده إن أنا فخورة بابني مصطفى، إن هو قدر يعمل كم الأبحاث دي، رغم إنه يعني الحمد لله ما كانش بسهولة علينا ولا على والده الله يرحمه. الله يرحمه. مدة غيابه طول فترة ال4 سنين بتاعت الدكتوراه دي، بس الحمد لله الحمد لله كان في ثمرة. مصطفى رفع راسي وأنا فخورة بيه، ورفع شرف مصر كلها وشرف جامعته وجامعة الوادي الجديد. طب قولي لي يا حاجة، كنت بتدعي له وبتقولي له ايه؟ اعتبري نفسك في خلوتك كده مع ربنا وبتدعي لمصطفى. بدعي لمصطفى كده ان ربنا ينفع بيه وييسر له حاله، ويرزق العلم النافع، ويبارك له في صحته وفي اولاده، ويرجع ليا كده سالم غانم، لان مصطفى ده مش ابني وبس، ده ابني وصديق وصاحب عمري. بس بصراحة هو يعني كان خامة كويسة، وكان بيستجيب لنصايح أبوه. أبوه الله يرحمه كان إيه، بيحب العلم ويصرف لآخر جنيه في جيبه على العلم، ما كانش بيستخسر في العلم حاجة. وده على فكرة ما كانش مع مصطفى بس، كان مع مصطفى وكل إخواته. يا حاجة أنا عاوز أدي تليفون للدكتور مصطفى، لأنه عاوز أشكرك، لأنك ربنا جعلك سبب أنت والحاج في المكان اللي هو وصل لها دلوقتي. اتفضل يا دكتور. ازيك يا حاج؟ ايوه يا مصطفى. ايوه حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، وما تحرمش منكم ابدا يا رب، ولا تحرم من دعمك ليا كده دايما كده يا رب ودعائك. وحشني صوتك، ربنا يسترها عليك ونشوفك كده من كبار العلماء إن شاء الله، وأبحثك كده يا ابني تظهر لمو وتتنفس كده، وإن شاء الله وتشرف مصر كده بإذن الله يا حبيبي. والله يا حاج يعني يعني اللسان عاجز عن الكلام عنك، والله العظيم يا حاج، يعني لولا فضل ربنا وفضل دعمك لينا ودعاك لينا ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده بصراحة. يعني ربنا يرجعك سالم غانم يا رب، رجع سالم غانم يا رب. يعني بصراحة الواحد مش قادر يتكلم والله، ولا يوفي حقك يا حاجة، والله لو اتكلمنا من هنا لحد ما الواحد يموت ما يوفيش حقك علينا، والله العظيم بجد بك يا حاجة. ايه يا يونس؟ معلش بقى يونس، خد التليفون بقى يا يونس، عاوز يكلم بابا. انت اكلت عم؟ ربنا يخليك يا مصطفى. انت نعم الابن ونعم الولد المؤدب الطيب، اللي كنت فعلا خامة كويسة للتشجيع وبتستجيب، والحمد لله رفعت راسنا وراس مصر. ربنا يبارك لنا فيك كده وفي عمرك وفي صحتك كده يا رب، ويجعلك سند ودعم وعون لنا كده ولاخواتي كده يا رب. وكان نفسي يا ابني والله يا ابوك يبقى حاضر ويشوف اللقاء ده ويسعد بيه ويفرح بيه زي ما انا فرحانة كده والله يا مصطفى. أنا فرحانة جدا وفخورة جدا، وترجع لينا سالم غانم بألف سلامة إن شاء الله. يا رب يا رب، اللهم آمين يا حاج، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب. ماشي يا حاج، ماشي، يلا نشوفكم على خير إن شاء الله.
كل واحد فينا يا دكتور ها بيبقى أمنية حياته كده ها، إنه لما ربنا يوفقه وينجح في الدنيا يروح يدخل لأبوه ولا أمه ويقول له أنا شرفتك، رفعت راسك، صح؟ طبعا طبعا، يعني لولا دعمهم ولولا سندهم لينا ودعاهم لينا ما كناش وصلنا اللي احنا فيه ده. يعني الدعم لما بيجي من الأب والأم بالذات بتبقى حاجة تانية خالص بصراحة. يعني فربنا يقدرنا كده يا رب على رد جمايلهم كده ورد جزء حتى من جميلهم كده علينا كده. وحشتني مصر بصراحة، وحشتني البلد، وحشتني كل حاجة في مصر، وحشتني والله. فربنا كده يقدرنا كده ويثبتنا وتخلص مهمتك العلمية هنا إن شاء إن الله، شاء الله وترجع مصر إن شاء الله، يعني تبني المجد في بلدك بإذن إن الله شاء الله يا بإذن رب. الله إن شاء الله. الواحد نفسه بصراحة والله العظيم يا أستاذ أحمد، يعني نفسي أنقل الخبرة والحاجات اللي أنا اتعلمتها هنا في كوريا، والسيستم ونظام الشغل هنا نفسي أنقله في مصر، ويكون عندي معملي الخاص، ويكون عندي الطلبة بتوعي، وساعد الطلبة والشباب اللي لسه خريجين جداد، إن أنت عندك نموذج من بره جاي بيقدم لك نفس النموذج اللي موجود في بره بالظبط ان شاء الله. قدامك. يعني عاوز اقول لك حاجه، احنا كان الحلم ده عند الدكتور محمد محمود ابراهيم لما قابلناه في اليابان، والحمد لله النهارده هو اصبح نائب لمحافظ المنيا ما شاء الله وموكل اليه انه يعمل مجتمع تكنولوجي كامل في الصعيد، واعتقد انه شغال على الملف ده ما شاء الله بشكل ما شاء الله قوي جدا. ما فان شاء شاء الله. الله يعني ايه، طالما النيه موجوده أكيد طبعا والحلم أكيد موجود ان شاء الله هتعمل إن شاء الله باذن بإذن الله الله إن شاء الله باذن. واحنا مهما يعني ايه، مهما لفينا ورحنا وجينا، احنا دايما جوانا فكرة ان احنا بنتعلم بره او بناخد احدث ما توصل اليه العلم بره، عشان ده مش موجود عندنا، عشان نرجع نفيد بيه بلدنا، أكيد طبعا صح؟ أكيد أكيد طبعا.